منذ أن بنى سيدنا إبراهيم الكعبة والناس تحج إليها، وبمرور السنين ضحك الشيطان على كثير منهم فعبدوا الأصنام ووضعوها حول الكعبة. يا عبد المطلب، يا عبد المطلب، يا سيد قريش، خطر عظيم، مصيبة ستحل بالعرب. ماذا حدث؟ أبرهة الحبشي حاكم اليمن أتى بجيش كبير يتقدمه فيل ضخم ليهدم الكعبة. يهدم الكعبة؟ وما دخل أبرهة بالكعبة؟ يقولون إن أبرهة لما رأى العرب يحجون إلى الكعبة شعر بالغيرة والحقد تجاهها، فبنى بيتا وزينه بأعظم الزينات ليحج إليه الناس بدلا من الكعبة. بدلا من الكعبة؟ بيت الله؟ والذي أغضب أبرهة أن أحد الأعراب ذهب إلى هذا البيت ولوثه واستهزأ به، فأقسم أبرهة أن يهدم الكعبة. وماذا يريد أبرهة مني؟ يريد أن يقابل سيد مكة، يريد أن يقابلك. نسيت أن أخبرك أن جيشه أخذ إبلك التي كانت ترعى خارج مكة. إبلي؟ سأذهب إليه حالا. تفضل يا سيد قريش، أنا لا أريد أن أؤذي أحدا، كل ما أريده هو أن أهدم الكعبة وأعود بجيشي إلى اليمن. أريد منك أن ترد إلي إبلي التي أخذها جنودك. أمرك عجيب يا سيد قريش، تترك بيتا هو دينك ودين آبائك لا تكلمني فيه وتكلمني في إبلك؟ نعم نعم، أنا صاحب الإبل، أما البيت فله رب يحميه. اللهم إن المرء يمنع رحلة فامنع رحالك، اللهم إن المرء يمنع رحلة فامنع رحالك، اللهم إن المرء يمنع رحلة فامنع رحالك، اللهم إن المرء يمنع رحلة فامنع رحالك. يا أهل مكة، يا أهل مكة، هيا نصعد إلى أعالي الجبال حتى لا يقضي علينا أبرهة وجيشه. مولاي أبرهة، مولاي أبرهة، لقد حدث شيء فظيع. ماذا حدث؟ كلما وجهنا الفيل ناحية الكعبة برك على الأرض، وإذا وجهناه إلى أي جهة أخرى قام مسرعا. اضربوه اضربوه. فجأة ظهرت طيور هاجمت أبرهة وجيشه بحجارة وحمى الله الكعبة. وفرح أهل مكة بما حدث وسموا هذا العام عام الفيل. وفي هذا العام حدث شيء عظيم جدا، يا سيدي عبد المطلب، يا سيدي عبد المطلب، أبشر، لقد أنجبت سيدتي آمنة، أنجبت مولودا أجمل من القمر. ماذا ستسميه يا عبد المطلب؟ سأسميه محمدا حتى يحمده أهل السماء وأهل الأرض. الحمد لله الحمد لله،
لقد عوضني الله عن فقد أبيه عبد الله. عاش محمد بن عبد الله مع أمه آمنة بنت وهب فترة قصيرة، ثم توفيت في طريق عودتها من المدينة، ليصبح محمد يتيم الأم والأب. ثم عاش مع جده عبد المطلب فتوفي ومحمد في 8 من عمره، وأخيرا عاش مع عمه أبي طالب. ولما بلغ محمد 12 من عمره خرج مع عمه أبي طالب في رحلة تجارية إلى الشام، وكانت المفاجأة. هذا الغلام هو النبي الذي بشرت به التوراة والإنجيل. محمد بن أخي نبي؟ نعم، وأنصحك أن ترجع به. لو عرف اليهود أن نبي هذا الزمان من العرب وليس منهم سيقتلونه. اطمئن اطمئن، لن يعرف أحد بشأنه، وسأحميه ما دمت حيا. محمد صار الآن شابا، وخديجة بنت خويلد من أثرياء مكة، وقد عرضت عليه أن يتاجر لها في مالها. خرج محمد إلى الشام في قافلة السيدة خديجة، ثم عاد وقد حقق ربحا عظيما. صدقيني يا سيدتي، محمد هذا إنسان رائع، لقد أحببته من أول مرة رأيته فيها. وجهه يشع نورا، كلامه طيب، وأخلاقه جميلة، فهو يستحق أن يسموه الصادق الأمين. والعجيب أنه لم يسجد لصنم. حمدا لله، لقد تزوج محمد خديجة. نعم الزواج، محمد خير شبابنا، وخديجة من أشراف مكة. في قلب هذه الصحراء وداخل غار حراء، كان محمد يعتزل قومه ويخلو بنفسه، يتفكر في خلق الله ويتعبد الليالي الطوال، حتى كانت ليلة، فبينما محمد يتعبد في الغار جاءه ملك فقال له: اقرأ. قال محمد: ما أنا بقارئ. فضمه الملك بقوة وقال له: اقرأ. قال محمد: ما أنا بقارئ. ثم ضمه الثالثة بقوة وقال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. ثم اختفى الملك. ذهبت السيدة خديجة ومحمد إلى ورقة بن نوفل وحكت له ما حدث. إنه الأمين جبريل الذي أنزله الله على موسى. أبشري يا ابنة عمي، إن محمدا هو نبي هذه الأمة. ليتني أكون حيا لأنصرك وأحميك. ومنذ ذلك الحين بدأ الرسول محمد عهدا جديدا يحمل فيه عبء الدعوة إلى الله. 3 سنوات والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله سرا، ويجتمع بالمسلمين في دار الأرقم بن أبي الأرقم بعيدا عن أعين قريش، حتى نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين. لماذا الناس مجتمعون هكذا؟ محمد يقف فوق جبل الصفا ويقول إنه رسول
من عند الله ويدعو إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام. تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وحاول الكفار كثيرا منع دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما فشلوا ذهبوا إلى عمه أبي طالب. يا أبا طالب، محمد سب آلهتنا وأبعد الناس عن عبادتها وساوى بين العبيد وبيننا. وقد جئنا إليك يا أبا طالب لتمنع ابن أخيك، فلو أراد ملكا ملكناه، أما أن يستمر في دعوته فهذا لن نقبله أبدا. كفه عنا يا أبا طالب، وإلا قاتلناه وإياك حتى يهلك أحد الفريقين. يا ابن أخي، هذا ما قاله قومك لي، فما رأيك؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك فيه. اذهب يا ابن أخي، اذهب فقل ما أحببت، فوالله والله لا أسلمك لشيء تكرهه أبدا. وحاول كفار قريش صرف الناس عن الرسول صلى الله عليه وسلم خوفا على نفوذهم من الدين الجديد. محمد كذاب لا تصدقوه، محمد كاهن وليس نبيا، محمد شاعر ولا يقول كلام الله، محمد ساحر يريد أن يخدعكم، محمد مجنون فلا تسمعوا لكلامه. وصب كفار قريش غضبهم على المسلمين فعذبوهم أشد أنواع العذاب. ولما اشتد أذى الكفار للمسلمين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بعضهم بالهجرة إلى أرض الحبشة، لأن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. مولاي، مولاي عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة من مكة يريدان مقابلتك. فليتفضلا. تريدني يا عمرو أن أسلمك هؤلاء الذين أتوا يحتمون بي من أذاكم؟ هذا كلام خطير يا عمرو، لا بد أن أسمع منهم كما سمعت منك. أحضروا لي هؤلاء المهاجرين. جعفر، ما تقولون في عيسى؟ قال جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. إن هذا الكلام حق وصدق. خذ يا عمرو أنت وصاحبك هداياكما، فوالله لن أسلمهم لكما أبدا. وعاد عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة وقد فشلت مهمتهما في إرجاع المؤمنين، فزاد غيظ كفار قريش
وإيذاؤهم للمسلمين في مكة.